استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم سعادة الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي. يرافقه كل من سعادة السفير إدريس الجزائري المدير التنفيذي للمركز والدكتور محمد الشمسي عضو مجلس إدارة المركز. وقد تم إطلاعهم على تفاصيل مشروع المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان الذي تنفذه الوزارة حاليا بهدف تحويل المؤسسة المدرسية بكامل عناصرها ومكوناتها إلى فضاء للتسامح والتعايش والحوار بما ينسجم مع القيم العربية والإسلامية والعالمية ويجسد الروح البحرينية الأصيلة. كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمركز في مجال تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان. وأكد الوزير أن هذا المشروع التربوي جاء استكمالا لجهود الوزارة في مجال التربية للمواطنة وحقوق الإنسان التي انطلقت مع مطلع العهد الزاهر لجلالة العاهل المفدى من خلال استحداث مناهج التربية للمواطنة لجميع المراحل الدراسية، فضلا عن تكثيف الأنشطة الطلابية في هذا المجال، مشيرا إلى أن الوزارة استعانت بخبرات مكتب التربية الدولي بجنيف التابع لمنظمة اليونسكو لبلورة فكرة هذا المشروع بما يسهم في نشر ثقافة السلام والوسطية والتسامح والعيش المشترك ونبذ الكراهية والتعصب والتطرف والعنف في الفضاء المدرسي. وبعد ذلك قام وفد مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي بزيارة إلى أحدى المدارس المطبقة لمشروع المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان، حيث اطلع على ما تم تنفيذه من مشاريع مدرسية في إطار هذا المشروع التربوي، مشيدا بما شهده من إبداعات طلابية على وجه الخصوص، مؤكدا أن هذا المشروع يعد تجربة رائدة تستحق التعميم على الصعيدين العربي والعالمي، وأن مركز جنيف سيسعى إلى تعريف المنظمات الدولية بهذا المشروع التعليمي البحريني الرائد. كانت فرصة اليوم أن مملكة البحرين تعرض هذا النموذج الرائد والمتميز الذي له دور كبير في تعزيز السلوك الطلابي وبالتالي بناء جيل يستطيع أن يقدم الخير والعطاء لوطنه. وأنا أشكر أيضا أخواني العاملين في الميدان التربوي وخصوصا الذين يعملون في هذه المدارس المعززة سواء في المشروع في بداية المشروع أو حتى لما تم توسيع المشروع والتوسع في برامجه. كلمة شكر لهم جميعا وباقة من التحية والتقدير. نؤكد بأن مملكة البحرين قامت على وطن يحترم الجميع ويعيش فيه الجميع بروح المحبة والروح البحرينية الأصيلة التي أعتقد أن واجبنا اليوم أن نعززها، وقد قطعنا ولله الحمد شوطا كبيرا في هذا المجال استنادا للدعم الذي نجد من قيادة مملكة البحرين يحفظه الله ورعاه، ونترجم بأعمالنا التربوية ما نص عليه دستور مملكة البحرين من تعزيز هذه القيم الوطنية الإنسانية. هذا المشروع المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان أعتقد بأن مشروع رائد، مشروع فريد من نوعه، وهو ليس مشروعا للبحرين، أعتقد أنه مشروع وطني وعربي وإنساني في الوقت نفسه، لأن فيه قيم، فيه مبادئ، فيه رسائل جميلة، في تعزيز للحمة الوطنية وللوحدة الوطنية، في تعزيز للولاء والانتماء لمملكة البحرين وتعزيز الولاء الوطني. وهذا يعكس حقيقة حرص قيادة المملكة البحرين وعلى رأسها جلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله، وكذلك الإخوة ومعالي وزير التربية والتعليم وتابعته وفريق العمل اللي معاه. فيعني كل هالجهود هاي بتصب بلا شك في نهاية المطاف إلى الهدف اللي جميعنا ننشده، من أن هناك قيم، هناك مبادئ إنسانية مشتركة، وهناك قيم وكذلك وطنية، والكل يتوجه لخدمة الوطن وتعزيز هذا الوطن ورفعة هذا الوطن. بلا وجود مثل هذه المدارس والمبادئ اللي قامت على المدارس ما في شك أن التعليم بيكون في خطر، لكن سعيد أن نشوف هذه المبادرة هاي البحرينية السباقة، يعني أول مرة أشوف بهالحجم وبهالكثافة وبهالبعد الحقيقة. ويعني مو بغريب أن هالمبادرة تحصل على اعتراف دولي من خلال اليونسكو وقرار منها، وهي شهادة الحقيقة يعني تدل على أن
هذا المشروع في محله والمشروع رائد. أظن أن في هذا الميدان البحرين لها كسبت خبرة مفيدة جدا، ولا سيما في ميدان حقوق الإنسان، علما بأن مشاكل حقوق الإنسان لابد أن تجد حلول لها على مستوى التعليم الأساسي. وعلى حقوق الإنسان هي عبارة عن ثقافة، وثقافة لا تكسب بين عشية وضحاها، وإنما تبتدي في خطواتها الأولى على المستوى المدارس. فأنتم بهذه الخبرة التي طبقتموها بهذه الكيفية العلمية التي تعطي للجيل الصاعد إمكانية فهم قيمة التسامح والتعاون والتآزر من أجل دعم الوحدة الوطنية، فهذا مكسب فعلا مثل ما قال الدكتور حنيف، هي مكسب مش للبحرين فقط وإنما للدول العربية. والأمر هذا يثبت أن نحن كدول عربية ولا سيما البحرين عندنا ما نساهم في تعميم حقوق الإنسان على مستوى العالمي. هذه مبادرة اللي أطلقتها حكومة البحرين ممثلة في جلالة الملك وسمو رئيس مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم. صراحة شفناه اليوم واللي لمسناه اليوم من هذه التجربة، يعني تشعر بالفخر، صار الواحد يشعر بالفخر في وجود مثل هذه المبادرات في وطننا العربي وفي خليجنا العربي. هذه المبادرة صراحة نحن نتمنى صراحة أن الدول الثانية يعني تطلع على هذه المبادرة صراحة. نحن ودنا أن مثل هذه المبادرات يتم يعني نشرها قدر الإمكان، حتى تستطيع الدول الثانية اللي هي في نفس الظروف من حيث هذا الخليط البشري الموجود تستفيد مثل هذه المبادرات الناجحة يعني. فنحن نطلع طبعا المستقبل أن مثل هذه المبادرات تطلع للعالمية صراحة، مثل ما يعني كان في إشادة اللي احنا شفناه من اليونسكو لهذه المبادرة. تقرير اليونسكو يمكن ما يكون كافي صراحة إذا ما كان في إشادة، إذا ما كان في تبني لهذه المبادرة في الدول الثانية إن شاء الله.